يا مرحبا فيكم سريعا بهذا الفيديو. بعض العطور البديلة التي تشابه العطور العالمية أو يعني قريبة لها بدرجة 60% وما فوق، من خلال العطور اللي مرقت علي ومن تجارب الآخرين. أرجو كمان منكم يلي جرب عطور شبيهة بعطور عالمية حط لنا تجربته بالكومنت، وراح تلاقوا كمان مجموعة كتير كبيرة من العطور الشبيهة بالوصف أسفل الفيديو. إن شاء الله أدعوكم إلى تجربة البدائل وتجربة الأصلي قبل الشراء، وهي بس يعني نقل بعض التجارب. أتمنى أنه يعني يكون مرجع للأخوة بتسهيل عملية الاقتراب للعطور الشبيهة بعطور عالمية تكون اقتصادية السعر وبمتناول البعض. محبتي لكم، خلونا مع الفيديو. The One for Men Dolce & Gabbana، عطر خشبي حار للرجال، تم إصداره عام 2008. مقدمته الكزبرة، الريحان والجريب فروت، وفي القلب الزنجبيل، براعم البرتقال والحبهان. في القاعدة العنبر، أخشاب الأرز والتبغ. من شبيهات هذا العطر زارا بلاك أمبر. Green Retreat Creed، عطر خشبي زهري مسكي للرجال، أصدر عام 1985. المقدمة زهور السوسن وزهور إبرة الراعي ورعي الحمام، وفي القلب أوراق البنفسج، وفي القاعدة خشب الصندل ودهن العنبر. من شبيهات هذا العطر دافيدوف كول ووتر. نيرولي بورتوفينو توم فورد، عطر حمدي أروماتيك للرجال والنساء، أصدر عام 2011. بالمقدمة البرغموت اليوسفي، الليمون الخزامة، عشب الميرتل أي الآس، والبرتقال المر. قلب العطر زهور البرتقال الإفريقي والياسمين وزهر البرتقال والخيمية، وفي القاعدة العنبر، أمبريت وحشيشة الملك. من شبيهات هذا العطر تيري موغلر كولون. دورو ناسيموتو، عطر خشبي تشيبر للرجال، العطر مكون من الأخشاب والجلد والتوابل، ومن شبيهاته مونتال أود مسك. Straight to Heaven by Killian، عطر خشبي حار للرجال، أصدر عام 2007. العطر يتكون من المسك، الياسمين، الباتشولي، أخشاب الأرز من فيرجينيا، العنبر وجوزة الطيب، الفانيليا والروم وفواكه مجففة. من شبيهات هذا العطر بنتلي بنتلي فور مين انتنس، وبالإضافة إلى تيري موغلر ام مين بور مالت. توسكان ليدر توم فورد، عطر جلدي للرجال والنساء، أصدر عام 2007. مقدمته الزعفران وتوت العليق والزعتر، وفي قلبه اللبان والياسمين، وقاعدته الجلد وجلد الغزال والعنبر والأخشاب. من شبيهات هذا العطر رصاصي لا يقاوم، توباكو بليز ومونتال أود ليدر. بوند نمبر 9 نيو هارلم، عطر شرقي خشبي للرجال والنساء، أصدر عام 2003. مقدمته الخزامة، البرغموت، أوراق خضراء، وفي القلب القهوة وأخشاب الأرز، وفي القاعدة العنبر، الفانيليا، التونكا والبتشولي. من شبيهات هذا العطر مايكل جوردن ليجند وروشزمان. هيرمسنس ميريث إليجنتاين هيرمز، عطر شرقي خشبي للرجال والنساء، أصدر عام 2018. معلوماته العطر المر والورد البري. من شبيهات هذا العطر بلديزريني كوليكشن برايفت فياغو أفريكا. سافاج 2015 كريستيان ديور، عطر أروماتيك فوجير للرجال، أصدر عام 2015 بالتأكيد، ومقدمته الفلفل والبرغموت أو برغموت كالابريا، وفي القلب زهور إبرة الراعي الخزامة، فلفل سيتشوان والراتينج، الفلفل الوردي، نجيل الهند والباتشولي. في القاعدة أخشاب الأرز وعدان وأمبروكسان. من شبيهات هذا العطر زارا أروماتيك فيوتشر.
سانتال 33 ليلابو، عطر خشبي أروماتيك للرجال والنساء، أصدر عام 2011. العطر يتكون من خشب الصندل وأخشاب الأرز من فيرجينيا، الحبهان، البنفسج، البرد، البردة والجلد، العنبر وزهور السوسن. من شبيهات هذا العطر زارا تيفدن. ليرا زيرجوف، عطر شرقي زهري للنساء، أصدر عام 2011. مقدمته البرجموت، البرتقال الأحمر، الخزامة وعطر في القلب، الياسمين، القرفة، عرق السوس، وقاعدة العطر المسك، الفانيليا والكراميل. من شبيهاته لورانس دومون تندرا ماندرين. فهرنهايت كريستيان ديور، عطر خشبي زهري مسكي للرجال، أصدر عام 88. ومقدمته الخزام اليوسفي، الزعرور البري، زهور جوزة الطيب وأخشاب الأرز، البرجموت، الكموميل والليمون. قلب العطر جوزة الطيب، صريمة الجدي، زهرة القرنفل، خشب الصندل، أوراق البنفسج، الياسمين، زنابق الوادي وأخشاب الأرز، والقاعدة، الجلد، التونكا، العنبر، الباتشولي، المسك ونجيل الهند. من شبيهاته أرماف بويس لكسورة. كانت هذه أكثر العطور التي انتقيتها لكم بالنسبة للعطور البديلة، ويوجد الكثير ستجدونه في الوصف أسفل الفيديو. أرجو من حضراتكم أيضا مشاركتنا العطور الشبيهة بالعطور العالمية التي جربتموها من خلال استعمالكم للعطور. محبتي وإلى اللقاء.